السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قبل ما نبداو الحصة نشكروا آدم والناس وآب آدم والناس اللي اليوم كان عندنا ضيف هنايا وشرفنا بالحضور تاعو في عين تادلس، وهذا شرف لينا كبير. ونشكر آدم والناس على الهدية اللي رسلها لي. هذا هو تريكو تاع ادم الوناس اللي يلعب به في نابولي. نشكرك وربي يحفظك ان شاء الله، والله ينجحك، الله ينجحك ان شاء الله يا ربي، الله يجعل تنجح ويفرحوا بك والديك. هذه هي ونشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قبل ما نبداو كالعاده تاعنا نخليها تصدي اتحاديه زاتشي، وجي الشعب مع الجمال الماضي ومع اللاعبين الفريق الوطني الجزائري. هنايا نتكلموا على رياض محرز. رياض محرز اللي نعرفه باللي محرز دائما يترك بصمته ويؤهل السيتي ويضيف تمريره اخرى حاسمه للرصيد تاعو. هنايا بعد انتهاء مواجهه بين اولمبيك ليون وضيفه مانشستر سيتي سهره امس بتعادل ايجابي هدفين في كل شبكة ليضمن نادي مان سيتي التأهل بصفة رسمية إلى الثمن النهائي رابطة أبطال أوروبا قبل الجولة ما الجولة السادسة سمحوا لنا من دور المجموعات، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما يحتاج أولمبيك ليون إلى تعادل على الأقل في خرجته خلال الجولة السادسة أمام فريق أمام شاختار لفانيك شاختار، حيال الأمل تاعو بعد الفوز القاتل، بعد ما كان كان فائز ومن بعد تعادل، كان فائز بهدفين لسيف ومن بعد عادلوا النتيجة، ومن بعد في الوقت كما نقولوا حنايا الوقت الإضافي ويسجلوا الهدف القاتل. يعني هذه المجموعه ماهي سهله، المجموعه ماهي سهله. وشلنا البارح كيفاش كانت المقابله، مقابله كانت كبيره، خاصه مانشستر سيتي ليون كانت المتعه من كل جوانب، من الاهداف، من اللعب الجميل من الطرفين. اللاعبين قدموا اداء، اللاعبين اللي فان دو جوار قدموا اداء ممتاز، حتى الحراس وكانت لهم الكلمة تاعهم في هذه المقابلة. وزيد ما ننساوش الخطة التكتيك دي جو، كيفاش غوارديولا فاجأ الجميع بتغيير أماكن للاعبين استعجالية كما نقولوا حنايا، ونجح بهم خاصة فانيك ليون، وين شنا مقابلة تبقى في التاريخ تشامبيونز ليغ، وهي 3 لاعبين جزائريين. ما صراتش، ما كاش واحد منا في الشمال افريقيا، بلد في شمال افريقيا كان عنده هذا اللاعبين كيما هكا، 3 لاعبين عوار فاكير ومحرز، 3 لاعبين. وزيد فانيك الجمهور اللي فانيك استمتع ومتع عبر الشاشه، متع على ذيك. حنايا محرز دائما يترك بصمته في شنا التريب الفقير، كيفاش طيح فقير. ترك الدولي الجزائري رياض محرز لمساته في تعادل ناديه مانشستر سيتي امام اولمبيك ليون سهره الامس، وحتى ان لم يبرز نجم المنتخب كثيرا خلال هذه المواجهه التي انتهت بتعادل ايجابي، الا ان مساهمته كانت كبيرة في التأهل سيتي بصفة رسمية إلى الثمن النهائي المسابقة الأوروبية. فالهدف الأول جاء بعد تنفيذ مخالفة تحصل عليها اللاعب مانشستر سيتي، غاليزاسيون، شنا كيفاش غاليزاو وشنا كيفاش عاودوا رجعوا في النتيجة، عاودوا رجعوا في المقابلة، وكيفاش عدلوا النتيجة بعد دقيقة ونص ولا زوج دقائق عن طريق تنفيذ كرة حاسمة من عند رياض محرز في الكورنيل أغويرو، هدف كان مباغت للدفاع وللحارس اللي بقى يتفرج
على الكره وهي داخله الشباك تاعو. يعني محرز قولوا بلي اليوم نقولوا نتكلموا على محرز، محرز وين استفاد كثيرا من الغيابات، والحظ كان معاه، ما نقولوش ماشي نقولوا الحظ كان معاه، ولعاب كبير بصح الحظ كان بجانب رياض محرز. بعد ما شلنا كيفاش ليبليسي اللي راهم في الفريق، ومحرز ان شاء الله بربي ربي يحفظه يبقى كما يقول لك يبقى كما هاك، ويزيد يبرهن ويكسب محبة الجمهور والثقة تاع، وهي خاصة الثقة تاع غوارديولا، اللي وضع غوارديولا اللي وضع ثقة كاملة في رياض محرز. لذلك حنايا اليوم نقولوا باللي رياض محرز وان اصبح يتربع على مؤقتا على كما نقول احنا في الجوله الخامسه، وين تربع على قائمه احسن ممررين بالاضافه التمريره الرابعه، وين بات محرز يتصدر قائمه احسن ممررين في رابطه ابطال اوروبا، وهذا كما يقول لك حاجه مليحه عليه هذا الموسم، بعدما اضاف تمريرات حاسمه ورابعة سهرة أمس، وسبق للدولي الجزائري أن قدم تمريرة حاسمة للبرتغالي سيلفا في مواجهة شاختار بأوكرانيا، ثم منح تمريرتين في المقابل فانيك في الملعب الاتحاد في الانجليز، وين فانيك زاد مرر تمريرتين. يعني محرز يبقى من راه من أحسن ممررين في الكوب دوروب بلا الاهداف، راه من احسن ممررين في الكوب دوروب، ماهوش كيما لا غالب كاين اللي مريض، كاين اللي مريض في قلبه، لا غالب كاين اللي مريض في قلبه، كاين اللي يقول لك محرز هاو على ما يديرش هنا كيما راه يدير في انجليزي يدير هنا في الجزائر. نضحك والله العظيم لا نضحك، خاطش على هاد الناس يبقاو مرضى شويه، نقولوا يبقاو مرضى نفسيا، مرضى نفسيا، مرضى في قلوبهم، عندهم مرض في قلوبهم، عندهم مرض في قلوبهم، ما خدش عليه. واش راه يقدم محرز انجاز، هو ناجح واش نا يرجع للجزائر البلد الجزائر، هذه هي المهمه تاع محرز، وحنا كي ندعموه كي نعرفش نشوف ناس حبابنا بالك منا بالك يقول لك راك قاعرها على محرز، وين قاعر على محرز؟ انا المهم انا مناصر تاع فريق وطني جزائري، عندنا اتصالات مع ذ اللعابه، نتكلموا مع ذ اللعابه يزيدوا يدعمونا والله العظيم يقول لك ربي معاك. نفرح انا لعاب يعيط لي نشوفه في الشاشه، ولا نشوفه انجليز كومبلي تصفق عليه، تربط التليفون تهدر معاه، بليزير كبير تشوف بورتغال كامله تصفق على ابراهيمي، تصيب روحك تهدر معاه بالسكايب هكا تهدر معاه نورمال، بن طالب الشعب كامله كابيتان ديس تهدر معاه. مثال انا مش نقول لكم بلي هذو راني نهدر معاه، بصح غير مثال برك. الحمد لله حنا يعرفونا بلي هذه الحاجه، يعرفوا بلي قلبنا قلبي نبغي الفريق الوطني الجزائري، الله غالب انا نبغي ليكيب ناسيونال. كي نقعد ننتقد في انا في 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 هذا زاتشي، وان شاء الله بربي راه في خط الاحمر، من بعد نديروا عليه فيديو، راه فوق الخط الاحمر مشي راه حد الخط الاحمر ما تضحكليش اسكت راه فوق الخط الاحمر، راه فوق الخط الاحمر. انا عندنا واحد الشعراء تاعو على لا يقولوا، يقول لك الجياح كثروا مرضونا والطبيب جا غالي، ما تسلكهم غير وما تسلك ما تسلكه غير رمله غير تراب يندفن تحت الارض. قال لك الجياح كثروا ومرضونا وحتى الطبيب رجع غالي، وين دعمي هما يمرضوا فينا، تروح عند الطبيب 200 ألف تشري الدواء 300 ميل، وين الله غالب. هما هذو لازم غير يتردموا باش تريح منهم. لا ان شاء الله بربي رياض محرز، عندنا رياض محرز، عندنا لاعبين كبار ان شاء الله بربي، الليله بالك ان شاء الله بربي نشوفوا ادمل والناس فانيك
نتمنوا نشوفوا ادم الوناس، خاطش عليه ادم الوناس. احنا قلنا بوروسيا دورتموند، اليوم كانت عندي معلومه ادم الوناس ما غاديش يروح لبوروسيا دورتموند، غادي يلعب غير في طليان، والا يخرج يخرج اجازه. خاطش الاداره البارح في الليل حسب الاب تاعه في الليل كونفيرما البريزيدون، قال لهم ادم الوناس ما يتباعش اعاره. اي فماك في رونا ولا غير اعاره برك، هذه هي باش يتباع، ما غاديش يتباع اعاره. خاطش بوروسيا دورتموند ما مشي مشيهم مشي بوروسيا دورتموند ما بغاش تجيب ادم الوناس، لا إدارة تاع 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 نابولي ما بغاش تعطيه لبوروسيا دورتموند، خاطش على بوروسيا دورتموند كيما نقول لكم راه من الديبي تاع الشامبيونه وهي تنيغوسي. حتى البارح حبست البارح حبست مع بوروسيا، وراهي كاينه فيرونا، فيرونا بالك تدي اعاره. هذه هي وربي يحفظكم، وتحيه الجزائر وتحيه كاع ولاد الجزائر اللي مشرفين الجزائر خارج الجزائر. هذه هي ونشكروا فانك ادم الوناس التوني تاع هذا كما يقول لك التريكو تاعو الرسمي اللي يلعب به مقابلات، ونشكر الاب تاعو اللي شرفنا بحضور تاعو هنا في عين تلس. ربي يحفظك وتحيه الجزائر وربي يحفظكم.